تبلغنا بالخبر ديال الخصاص اللي كان مؤخرا، فبالتالي كان ضروري كمؤسسة منتخبة عليها أن تهتم بجميع شؤون المواطنين الساكنة نساهموا في تبليغ هذا الواقع لجميع المواطنين. التبرع بالدم ضروري لأن هناك أناس يحتاجون الدم، وكنعرفوا بلي الصيف من الفصول اللي كيتزاد الطلب على الدم للأسف، كيكون يعني حوادث كتكون واحد العدد من لهذا هذه العملية فرضت نفسها. تبرع الدم أولا واجب، ثانيا راه ما فيه حتى شي خطر، وربما كاع فيه فوائد صحية غادي إن شاء الله غادي نساهموا فيها من خلال ورشات علمية من مع خبراء باش يكون التعريف والتحسيس أكبر. طبيعي هذه هي مادة حيوية جدا وكتوقف عليها حياة كل البشر دون استثناء، واليوم كنلاحظوا بأن هناك نقص كبير كنظن في بنك الدم، وطبيعي دورنا احنا كممثلين للأمة كنتمثلوا الأمة، طبيعي بأننا ناخذوا البادرة حتى يقتدي الناس.